مدحوينها قاتومة استيد اوف صومالي علي خليف قلين او بريه يقودن بيسيكو سوغنا مغالا دا دوباية دالك يسوطاق امارات كعربتا ايا كولا لقا تيشالي يد قاتومو اي ودن كان يسوطاق امارات كا وحانا اي هالكا سي كولا ورئيسي كولاية شين مدحوينها قاتومة علي خليف قلين كولان كان واحد يسكو سود بردية فيينكا قاتومو استيد اوف صومالي رشيد ديري فارحو يسكو يري مدحوينها ايو بشالي يد كولان كايا مدحوين هالغو ويدي حالة دل كمرا يو حالة دا بارد هرو مركا يالك ومرا يهشيس كيو دحيي سومالي لان يخاتمو مدحوين ها خاتمو استيد اف سومالي علي خلف قلين ايا وربحين قود كسي يي چالي يد خاتمو هالك ومرا يهشيس كو افايان كا چالي يد خاتمو يدل كنسو تاق امارات كا عربتا ايا هالكا سي كا هالي سوغو شاقي قاب كايو دعادي حفل دي مدحوين ها خاتم اللي جوسو دويني. جود هان شاردة إمارات هي مامور كخاتمه واحد يكون فرح سنين هنا لكم ما مذحونين هذا مامور كخاتمه دكتور على خليف كا عاد دكتور على خليف كرايد إنه ما تقول لكم الجاردة إمارات كنا سود دويو كنا سود دويان يجوا سكتوا من واحد كلا يقدر ماشى عن كم غني مروة مذحونين هم ده مرو مريم ويقدر كتمي لا مريك إنه ولا تميني لكم تشاردة واحد كلا ما تفرح الله إنا نجلس وقف حفلة كانت جودة بلا اس اس سي مابل كخاتمه كان شاء الله قال علي حفظ الله وحان لنا هي وحان اسو جيدين انه مده الصوماليه مده خاتمه ان جامعه اس قبصدان وحان لا هي انا وانا كسو بحي شركه سي غلبتا ان سيدي لو دبي لها باقا كسو صار من شغالات ان كانت مغالده لاسعرود اي كفورته غوبل كسول اي لمده بيلد ولاله هي هلكاس بدو اي دباتو دحمرتي ان حل لب قال لا يغاره لونه هو كان سمو عدة مواد كل حشرته هي بنت كل حشرته وحنا بعد ما تص إلى هاي وبرينا إنه حل وراك قارو سيدو كلا الكاسي وحكى لك جراد كجود خاتمة استيت اوف صومالي يا سي سي جراد شامع أو إسناد سود ويم مدح وينها وكان السهر يدل كان يسوت جيمارات كعربتها دولة جوريت كخاتمة بروفيسور علي خليف قليل يا أفك جالية أن هدر مال مهن أدابت غريسي كيمت حالة دي كشرتي دت كيني كنورا طبعا أبارو يا دباتوي بدني وكشرين إنك استو سومالي ترى ده بسكول ميل لما وده شو جوورنا وما كرسي كنا هدانا دجال كنيك جالي يا نيك اللوجا ورمي iskusi uma aha oo ninkii goobta joogay ee xaaladii lagu sugnaa ee warbixin guud inuu naga siiyo waa insha Allah ta'ala ee waxa ka sugeyna ee wafdigii uu hoggaaminayay ee wada hadalka ee jabuuti uu hadheer jooga iyo hawsha socotana madaxweynaha khaatumo ayaa arrimaha badan ka sheekeyay Cali Khalif Galeyd oo ku saabsan xaaladda amni xaaladda dagaal xaalad kasta oo ka jirta dalka waxaanu sidoo kale carabaabay abaaraha weyn ee ku habsaday Soomaaliya intii uu ama ay uu soo joogeen ama ay maqleen abaartan hadda gugina ma fiicnayn roobku ma badnayn dayrtiina waaba baaqad laakiin labadii dayrood iyo labadii guyo ka horreeyay runtii aad iyo aad baa u fiicnaayeen dulkiina waaba soo noqday waxa uu dhacay soo guura dad badan ayaa soo guuray oo ilaa bari ilaa gobolka Sanaag ilaa Togdheer umad dhan baa ku soo guurtay dhulka xoogaaga gugadaay ee roobka dayrta ma badnayn isaga naqiibaba soo bixin baa cagta la mariyay taasoo dhibaatay runtii keentay waxaa hadda ugu yaab badan كلي أنا وشيء كانوا كل مقالة شاهد وما تشوفين قل هروين ولا سينا يا عنا وقلي قمدي يا الله غيبنا يا الله كرنا يا وما ركتي من بعد أنا قبوري وشوفنا يده ورحلة سد حفر حلوض وإرمان بعد نو تشوفيه هل هي عروتي بعد عشدي يا قديم يوسف وبرسامي marka waxyaab la dhul war Soomaaliland waa la hadlayna war waa been hadalladii garow baashiga Djibouti ka socday waa burbureen maba bilaabmin
كون المجال هذا اللي هو رايجي يدبد اللي هو رايجي هذا قدر كأنه هو يعني ياس برادي بو بالنقطة إله وده هذا اللي ده يجبوتي وابربورين ورما ببلاب من وربري بلاب ميا ورمنا بربوريا أنا بحق لقيا نقبناه منا بربوريا والله وده هذا اللي دونا وكبوغن دونا وقت بدن بيقاضن وروحان داد كرير خاتمو داد كرير سولي السناق آنو انتمينين ورومكينين وحيان ربين ورعنابا موالين وحيا لهر قيسة وحر قيسة يالة وآن آنو علي أهان أما انتان حكومة دا قوضن هاي أي أهم قرونية وحر قيسة ما انت يالة مج مدح وينه إذا نقوق العين وزير كذا نقوق العين حيث ماذا إذا حكم بان نقوق العين وحلال وحيا له وحقورة أن قوق العكرنا وأن نبات قوض النولان أي أنه إسلاب بار بارنو وحيا له أن إسلاب أقلان كرنا هدي تريكنا ولي بتاسونا وقت إقاذا نيسا عبد الرزاق محمد سعيد شبعان SBC دبي.